للمزيد ينضم إلينا من طشقند المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان لوسيان كريستيان. أهلا بك سيد كريستيان. أولا أود أن أقترب منك حول يعني الأضرار في القتلى والضحايا والمصابين وحجم الضرر المادي حتى هذه اللحظة، كيف يمكن تقدير الأمر؟ شكرا جزيلا على استضافة. نعرف أن الأضرار المادية هي ذات واسعة جدا، نعرف أن الزلزال حدث خلال الليل، بالتالي لم يكن أحد مستعدا لمغادرة منازله، ونعرف أن هناك العديد من الأشخاص الذين فلوا من تحت الأنقاض، وهناك 100,000 المنازل التي دمرت، لم يعد هناك من مأكولات أو مشروبات، والآن لم يعد هناك من ملاذ هؤلاء الأشخاص. نحاول قدر الإمكان توزيع المساعدات من خلال الصليب والهلال الأحمر. نعرف أن الهلال الأحمر الأفغاني عمل على توزيع المياه والمواد الغذائية بالإضافة إلى المواد الضرورية والأساسية. بالإضافة إلى ذلك نحن وفرنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات الطبية، ونعرف أيضا أن اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمرين وفروا أكثر من 750,000 فرنك سويسري لمساعدة السكان. عز الحكومة سيد كريستيان إلى أي درجة يزيد من أعداد القتلى ويزيد من حدة الأضرار في هذه الأزمة؟ طبعا الأرقام حتى هذه اللحظة 1500 قتيل. نعم، حتى الآن العديد الرسمي يختلف كثيرا، فلازال الوقت مبكرا لكي نتمكن من التحدث عن الحصيلات الأخيرة للأشخاص الذين خسروا أرواحهم، ولكن بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 1000 شخص توفي وأكثر من 1600 شخص أصيب بالجروح. أما المنطقة حيث وقع فيها الزلزال فهي منطقة بعيدة جدا وقاحلة، نعرف أن الطرق ليست جيدة وتطررت كثيرا بسبب الزلزال، وفي ساعات وفي الأيام المقبلة ربما قد ترتفع حصيلات الضحايا. نعرف أيضا أن السلطات الأفغانية ووزارة الدفاع قالت أن هناك 90% من الأبحاث قد انتهت. بعد يعني هذه النداءات استغاثة من طالبان، ما فرص الاستجابة الدولية وماذا يمكن أن يقدم قريبا على الأقل؟ نعرف أن التغير الحكومة في أفغانستان في شهر أغسطس من عام 2021 أدى إلى مغادرة بعض العاملين الأجانب، بالإضافة إلى قطع المساعدات المادية، وكان هناك تضرر للبنى التحتية الكهربائية والبنى التحتية للمياه والبنى التحتية للمواد الطبية. ونعرف أنها تم تطوير بعض المشاريع للاستمرار بالعمل على بعض البنى التحتية لمكافحة الزلازل، منها توفير المساعدات ل 30 مستشفى من حول البلاد، ومنها 5 في المنطقة التي تضررت جراء هذا الزلزال، ولكن هذه العمليات ليست بمستدامة، وبالتالي ندعو المجتمع الدولي على إعادة الاستثمار بأفغانستان لتفادي أن تسوء الأمور أكثر في الأشهر المقبلة. نقدر أن 55% من السكان الأفغان يعتمدون بشكل مباشر من المساعدات الإنسانية. من طشقند المتحدث الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان لوسيان كريستيان، شكرا جزيلا لك.